تتمنى هذا السؤال سألناه أكبر مسؤول بالدولة وقال لا هاي لا تسألون إياها. هيك خطر الموضوع؟ قال لا تسألون هاي. سؤال كلش صعب يعني الإجابة عنه؟ قال أخاف لعد أرجع على وزير هاي السالفة. أخاف أرجع على وزير الصحة أقول له فلوس العمليات الخاصة هو وين راحت؟ يعني لا عمليات خاصة نسأل. لا جباية كهرباء نسأل. ما يصير نسأل؟ هاي بعد احنا بالعراق العظيم يعني اليوم البرنامج يعني انا ما اعرف المن قرروا القانون الامن الغذائي الطالع اذا كل الشرائح ما مضمنه ما حد مضمن مضمنه تكاليف فتح المقابر الجماعيه يقشمرون بها يوم هي مقابر تكاليف فتح مقابر جماعيه ما ادري ايش قد مليار 150 مليار هاي الشرائح هاي موجوده اللي شايفين عقود الكهرباء هاي موجوده وعايفين الاداريين وعايفين العلوميين وملتهين بالميتين. يا بد شوفوا العدلين اول شوفوا العدلين شوفوا الناس اللي واقفه بظهركم شوفوا جمهوركم شوفوا المظلومين ذولاك اللي انظلموا قبل تظلموهم بالزايد من دا تخلون اولادهم بهيش مكان من دا تخلون اولادهم بهذه المظلوميه. يعني المقابر الجماعيه اللي انظلمت من قبل النظام السابق ومن قبل داعش في بعض الاماكن اليوم أولادهم مظلومين من قبل الطبقة الحاكمة المسيطرة اليوم على البلد.